تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسبباً بوفيات تخطت حاجز 16,000. والصين تسيطر على تفشي الوباء، ولكنها اليوم تخشى موجة تفشي جديدة مصدرها مصابون وافدون من الخارج. والعراق تسجل 6 إصابات جديدة بالفيروس في أربيل. وعمان تسجل 18 إصابة جديدة بالفيروس. أما الكويت شفاء 9 حالات جديدة من المصابين، وإجمالي تعداد المتعافين يرتفع إلى 39. أما في ألمانيا ترتفع الإصابات إلى 27,436 والوفيات 114 حالة. والإمارات تسجل 45 حالة إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 3 حالات. وأخيراً البحرين تسجل أعلى نسبة شفاء بالنسبة للوطن العربي، إذ أعلنت عن شفاء 177 حالة.